متابعين الأعزاء، في بلدة نعي القديمة هنا في هذا المكان الجميل، مضيف أبناء حامد بن عبد الكريم الزبن الغريري الأسلمي الشمري، ما شاء الله تبارك الله. هذا المضيف في هذا المكان هو لاستقبال جميع الزوار من داخل منطقة حائل ومن خارج منطقة حائل. هذا المكان الجميل لأي زائر لبلدة نعي يجي هنا، طبعا في عامل موجود في كل الخدمات. اول شيء ندخل عليه على اليسار هنا فيه بيت شعر ما شاء الله مجهز كامل، الله يبيض وجيههم ما شاء الله تبارك الله. النار مشبوبه والقهوه الشاهي جاهزه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. بين الجبال ما شاء الله تبارك الله، روعة المكان صراحة. خلونا نجي نتعرف أكثر على هذا المضيف. هنا نجي، طبعا هذه غرفة راحة الزوار، أي زائر يجي هنا يبي يريح يريح بالغرفة هذه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. يرتاحون الضيوف هنا بهالغرفة ما شاء الله، مكيفة بعد، تلفزيون خاص لهم ما شاء الله. نجي هنا، طبعا هذه المغاسل جاهزة مع دورة المياه خاصة بهم. طبعا هنا غرفة مقلط لتقديم الأكل في هذا المكان. هنا نجي ما شاء الله عاد هذا الديوان الكبير هذا لاستقبال الضيوف. هذا هو أكبر ديوان لاستقبال الضيوف. السلام عليكم. يا هلا هلا والله. الله يعطيكم العافية. هذه أبرك الساعات، ويعافيك ويجزاك خير. بيض الله وجهكم. وجهك الله يتساكم بالخير. والله قدمتوا شيء جميل بمنطقة حائل، مكان رائع لاستقبال جميع الزوار لك ولأي واحد يمر. احنا حطينا على هالطريق والله بيوتنا مجالسة كبر هذول، الله يبيض وجهك، ولكن حطينا نبي الواحد يمد نظره واللي على الطريق والطرزي، والله يحيي الجميع. الله يبيض الله يبيض وجهكم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، روعة المكان. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا هذه جلسة خارجية زي ما تشوفون، هذه العشة الخارجية هالمكان المميز ما شاء الله، طلالة على هالجبل هذا. أبدا عامل يطبخ وهذا مطبخ ما شاء الله، وهذه غرفته موجود 24 ساعة وقهوته جاهزة فنان بالطبخ يا أبو علي ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله هذا المطبخ ذهب له كل شيء ما شاء الله، هذا للزوار. نعم الله يجزاك، هو يذهب لك اللي تبي. الله طبعا مجهز من كل شيء، هذه جلسة صيفية ما شاء الله. هذه هذه عشة على مدير ما شاء الله تبارك الله، جلسة صيفية ما شاء الله. هذا هذه زي ما تقول مستودع، مستودع ما شاء الله. الله يجزاكم بالخير بالفلوس والامور هذه، احنا بالصيف والله نجلس بهذا، هذا مكان تلفزيوننا ما شاء الله، خوش مكان. هذه جلسة صيفية هذه. نعم نعم ما شاء الله روعة. وبعدين المكان ما شاء الله يتميز مرتاح. إيه. وإحنا والله عاد ما نستأنس إلا عند. الله يبيض الشعر على ما قال يبل. الله يبيض وجهكم. جزاكم الله خير. الله يحييك. ما شاء الله خوش مكان. حتى الزائر اللي بيجي هنا والله يبي ينبسط. أبد مفتوح الباب على هالخط. وعامل موجود. ما شاء الله. إيه نعم وقهوته جاهزة الله يحييك. بيض الله وجهكم. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله كم مقاسه هالمجلس؟ هذا 20 ب 12 ما شاء الله 20 ب 12
الله يجزاك وله بكبر المجلس نشيلهم بعيوننا. الله يجزاكم بالخير وافين. بيض الله وجهك. احنا اللي جينا نسوي بنا معروف ونسمع. بيض الله وجهك. ما شاء الله. حتى والله جلسته يعني الواحد استمتع. اي نعم. على بين هالجبال. الحمد منتزه. نعم منتزه. منتزه وللسائح شرحة صدر. ما شاء الله. على هالجبال وعلى هالمناظر وعلى وانعمه اليوم، انعي تاريخي له فوق 200 سنة. وبلدة قديمة تجذب كثير من الزوار. نعم. نعم. الله يبيض وجهك. اللي يجي ويستانس ويمد ظروف. بيض الله وجهكم. متابعي الاعزاء كنا معكم من بلدة النعي القديمة ما شاء الله، من هذا المضيف لأبناء حامد بن عبد الكريم الزبن الأسلمي. بيض الله وجيههم، في أمان الله.